بعض شكايات مواطنين توقيف الرابر توتو ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية. ما القصة؟ هيا لنبدأ. أوقفت عناصر الأمن فنان الراب طه فحصي المشهور بلقب توتو يوم الاثنين، ووضعته رهن تدابير الحراسة النظرية لمواجهته بخمس شكايات في حقه. وكشفت مصادر متطابقة أن توتو الموقوف من طرف عناصر الأمن بالدار البيضاء يواجه تهما تتعلق بالقذف والإهانة والتحريض على العنف، بعد شكايات رفعها ضده كل من الصحافي محمد التجني والفنان عبد الوهاب الدكالي وعبد الله عصامي وآخرون. ما رأيكم يا أصدقائي في هذا الهجوم الشرس على الراب تحديدا؟ أنه الفن الوحيد الذي يعبر عن الفئة السحيقة، أي الفئة الموجوعة والمكلومة في المغرب. المهم، قررت النيابة العامة بالدار البيضاء وضع الرابر طه فحصي المشهور بلقب توتو تحت تدابير الحراسة النظرية لحاجيات البحث التمهيدي. ويأتي توقيف توتو على خلفية تداعيات عباراته الفادحة في نظرهم طبعا، ترويجه لاستهلاك المخدرات في مهرجان نظمته وزارة الثقافة قبل أسابيع، قبل أن يهاجم صحفيا على موقع التواصل الاجتماعي مهددا سلامته الجسدية حسب ما كشف عنه في شكايته. وكانت العناصر الأمنية قد منعت توتو قبل أيام من مغادرة التراب الوطني قبل أن ينظم ندوة صحفية أمس الأحد اعتذر فيها عن ما تورط فيه في حق بعض المغاربة الذي أغضبهم سلوكه. شنو كنقولوا لهاد اللعيبه؟ سي انا عندي دراري في الكيب ديالي هما وراك، تقدروا تشوفوهم. مع واحد الدري تبارك الله كبر على خاطرو، خافوا تشوفوه مزيان تما. 5 سنين ياك، 5 سنين هو معايا في الكيب، 5 سنين كيمش قدامو الحشيش شربت. فهمتي زعما؟ ما خليش ما درتش قدامو ولا جامي غير في صافي با فورسيمون دير كو فهمتي جلي انفلونسي في شي لعيبه شبرين فهمتي. واي جلي انفلونسي فيغ لا كولتور باغي يمشي يقلب فهمتي يدير دي فلوغ. عندي دري صاحبي تا هو كان كيلعب كره كي انفلونسي انديريكتومون ولا كيدير دي برود فهمتي. يا با كو الحشيش دون ليستواغ فهمتي. جو ريبريسيز عاوتاني نقولها كان كيما الحشيش ام انا بعد فريمون زعما واش كنجيبو من منين كنجيبو زعما جيبوها من الدور عرفت زعما الحشيش زعما ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين فين كاين المنبع ديال الحشيش زعما معروف عالميا وبنادم من العالم كيجينا باش يكمل الحشيش